اهتمام القيادة السياسية بتطوير إمكانيات وتمكين الشباب المصري للقيام بأدوار إيجابية في المجال العام في ظل الجمهورية الجديدة، في اهتمام كبير من برنامج دورنا بالسعي نحو إعداد القيادات الشبابية. في برنامج دورنا أحد مكوناته برنامج تعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية المعروف باسم الألف قائد اللي بينفذه مركز خدمات التنمية بالتعاون مع منظمة كريسب الألمانية وبتمويل من الخارجية الألمانية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية تنمية وطن مشروع وطن اللي قمنا فيه على مدار سنة ونص خاصة في 2023 بإعداد 1012 قائد وقائدة من خلال 10 معسكرات تدريبية. على مدار سنة ونص قمنا بتدريب 1012 شاب وفتاة من خلال 10 معسكرات تدريبية، كان كل معسكر بيستمر لمدة 11 يوم، نفذناهم في عدة أماكن على مستوى الجمهورية في المراكز الخاصة والمدن الشبابية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، شاركنا في المشروع أو الشريك الحكومي في المشروع، وده بمساعدة والتعاون مع جمعية تنمية وطن مشروع وطن اللي كانوا بيساعدونا في تقديم الدعم اللوجستي. برنامج دورنا بيهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب خاصة النساء والرجال ليصبحوا مواطنين فاعلين قادرين على إحداث التغيير في مجتمعهم المحلي. كمان كان بيعمل على خلق مساحات مشتركة بحيث ان هم يكونوا قادرين على التغيير المجتمعي. كان قدم في المشروع حوالي 5700 واحد، حصل على التدريب فعلا 1012 قائد مجتمعي، واحنا بنسميهم قائد لان هم فعلا قدروا ان هم يحصلوا على التدريب بكفاءة جامدة جدا، وبنسبة التحصيل كانت عالية جدا لان احنا عملنا لهم اختبارات قبلية واختبارات بعدية، ودي كانت من ضمن المعايير المهمة قوي ان اي واحد يحصل عليها، وازاي طلعنا ال 1012 قائد دول من ال 5000 ان هو كان لازم يكون عنده شوية مهارات حياتية، ان هو يكون قد اشتغل قبل كده في اعمال تطوعية، ان هو يكون ليه حابب ان هو يكون ليه دور في المجتمع، وان هو يكون مؤثر في المجتمع اللي موجود فيه. مهم جدا ان احنا مش بعد ما التدريب يحصل عليه وخلاص بنقول ان الموضوع انتهى، لا الموضوع ما انتهاش لغايه ان هو يحصل على التدريب وبس، احنا كان المفروض بعد كده بنعمل له عمليه كوتشنج ومتابعه ان هو ازاي يقدر يحط هدف موجود في حياته ويبدا يسعى لتحقيقه، ان هو يكون برضه مؤثر في المجتمع اللي هو موجود فيه. التركيز على بناء الشخصية المتكاملة للمشاركين في البرنامج من خلال حزمة كبيرة من المواد التدريبية. فكرة المادة العلمية اللي احنا نوصلها للشباب، ايه هي المادة العلمية اللي هتبني فعلا الكوادر الشبابية وان ازاي يكون قائد؟ احنا قلنا هنقسم المشروع على 3 محاور، انا هقسم المادة العلمية على 3 محاور. المحور الاولاني هي المهارات الحياتية اللي لازم يكتسبها القائد المجتمعي، ودي مهمة جدا تكون موجودة فيه، اللي اهمها ازاي يقدر يتواصل ويعمل عملية التواصل، ودي كانت عملية الاتصال اللي هو بيبدأ يشتغل فيها، ازاي يكون بيشتغل ضمن فريق عمل، ودي كانت بياخدها في العمل في فريق، ازاي يعرف يعمل خطاب جماهيري ويقف يتكلم قدام الجمهور، وايه المهارات المفروض يتكلم فيها لما يقف قدام الجمهور وياخد باله من ايه وما ياخدش باله من ايه. ده اول محور من محاور التدريب. تاني محور هي تعبئة الموارد المجتمعية، ازاي المجتمع يكون موجود فيه يعرف يعمل حصر للموارد الموجودة فيه عشان يقدر يلبي الاحتياجات المجتمعية اللي موجودة جوه المجتمع بتاعها، ازاي يعرف يعمل دعوة وكسب تأييد للقضية المجتمعية اللي ممكن يكون موجود فيها، وازاي يقدر يكسب دعم المجتمع اللي موجود، سواء كان بقى المجتمع ده مجتمع مدني، مجتمع حكومي، قطاع خاص، ايا كان قطاعات المجتمع المختلفة، وياخد دعم مجتمعي ويكون عنده شرعية مجتمعية موجودة جواه. ثالث محور وده الاهم، ده كان ازاي يقدر يعد حملة انتخابية لنفسه، سواء كان هو هيبقى قائد عام او قائد يرشح نفسه جوه مركز شباب، جوه جمعية اهلية، ايا كان شكل او نمط القيادة اللي هو بيحلم بيها الشاب ده ان هو يكون موجود فيها جوه المجتمع، لازم يعد الحملة الانتخابية بتاعته دي ازاي، والفريق بتاعه ازاي، وازاي يقسم المهام بتاعته، وازاي يعد الحملة الانتخابية كلها من اولها لاخرها. من المهم ان القادة يكون عندهم قدرة على التأثير على الاخرين، فيكون عندهم الشغف ويكون عندهم الرؤية ويكون عندهم الهدف ان هم يعملوا تأثير في المجال العام ويكونوا مواطنين فعليين يكون ليهم تأثير ايجابي على مجتمعاتهم. في كتير عندهم شغف ان هم يكملوا المسيرة، وأول لما تيجي الفرصة للالتحاق بالمجالس المحلية عندهم الاستعداد للترشح، وفي مجموعة كبيرة برضو من الشباب عايزين يخوضوا تجربة
الترشح لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ عند فتح باب الالتحاق بيها. لمسنا ده من خلال عدد من اللقاءات مع الشباب قبل ما يلتحقوا بالبرنامج التدريبي وبعدها، وكان عندهم إصرار ان هم يكون لهم دور فعال في المجتمع. بعضهم تقدم لبعض المناصب في مراكز الشباب وفاز منهم، تقدم ما يقرب من 48 شاب لانتخابات مراكز الشباب والرياضة، وتم نجاح ما يقرب من 18 شاب وفتاة في بعض المقاعد من مراكز الشباب. كمان فاز 4 في اتحاد الطلبة. كمان بعض الشباب شاركوا في الجمعيات الأهلية ومجالس إدارة الجمعيات الأهلية والانتخابات الخاصة بيها، وقدروا ان هم يحققوا النجاح ده. نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المنفذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، كان لنا الحظ ان ما يقرب من 60% من ما تم انتخابهم وترشحهم في نموذج المحاكاة ان هم كانوا من خريجي برنامج دورنا. وتواصلت النيابة الإدارية لترشيح عدد من ممثليها، وكان عندهم إصرار أن يتم التعاون ما بيننا، وده طبعا نتيجة التغيير الملموس اللي تم في البرنامج. لمسنا قدرة خريجي البرنامج على العمل الجماعي، وده أثناء استضافة مصر المؤتمر المناخي 27. قدروا الشباب أن هم ينفذوا في 27 محافظة برنامج توعية عن التغيرات المناخية والبعد البيئي من أهداف التنمية المستدامة، وده قدر أن يتنفذ في 27 محافظة، وكانوا المدربين من خريجي برنامج دورنا، وده تنفذ في شهر 10/2022. الشباب كانوا قادرين كمان ان هم يتولوا التنسيق لاحتفالات 6 اكتوبر بكل المحافظات المصرية، ويكون ليهم دور فعال. كمان قدرنا ان احنا نمكن عدد من الشباب خريج البرنامج عندنا في الجمعية، وتولوا مناصب في الجمعية عندنا، وقدروا ان هم يكونوا قادرين على ادارة عدد من البرامج. الشباب كمان اصروا انه يكون ليهم دور فعال في المجتمع المحيط، وان هو ما يقتصرش بس على تلقيهم للماده التدريبيه وان هو يقتصر على انفسهم، بل كان الهدف الاساسي ان هم يقدروا يوصلوا لاقرانهم، وده من خلال تدشين منتدى دورنا اللي سيتم تنفيذه بعدد 27 محافظه، والهدف الاساسي منه هو تعزيز مشاركه الشباب في الحياه السياسيه. رسالة بوجهها لكل القادة إن شاء الله المجتمعيين اللي هيبقوا إن شاء الله يشرفونا بعد كده ويبقوا فعلا كوادر مجتمعية، فكروا كويس في الاحتياجات المجتمعية، فكروا، مهم جدا تفكروا، وإزاي تقدروا، الفكرة هي اللي بأساس النجاح، الفكرة هي اللي بتبني كل حاجة ناجحة. بوجه رسالتي كشابة مصرية لزمايلي ولكل شباب مصر، إحنا صناع التغيير، إحنا شباب حاملي راية 2030، إحنا المستقبل، لازم نؤمن بنفسنا، فلنحلق بأحلامنا إلى عنان السماء، فالأحلام لا تسقط بالتقادم، فمصرنا الحبيبة تستحق، فهي لنا وبنا. رسالة أخيرة أحب أوجهها لكل شباب مصر، إن هم يكون عندهم الشغف، يكون ليهم تأثير إيجابي في مجتمعاتهم، يكون عندهم رؤية صادقة وحقيقية نحو التغيير للأفضل والتغيير المستدام، ويحطوا لنفسهم أهداف يحققوها على المستوى الشخصي، وإزاي يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم علشان نهضة مصر ونحقق فعلا الازدهار اللي كلنا بنأمل فيه في المستقبل القريب إن شاء الله.